السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم السبت 28 من جمادى الأولى لعام 1438 للهجرة الموافق 25 من فبراير لعام 2017 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. استنكرت الدعوة السلفية الحوادث الإرهابية التي تمت تجاه الأسر القبطية في شمال سيناء، مؤكدة على أن هذه الأعمال مخالفة لدين الإسلام الذي أمر بالوفاء بالعقود، وأهم درجات هذا البر هو حماية دمائهم وأعراضهم وأموالهم. وأضافت الدعوة السلفية في بيانها أنه ليعلم الجميع أن هذه الجماعات التكفيرية تكفر عموم المسلمين إلا من اقتنع ببدعتهم، ومن ثم يقتلون من تطوله أيديهم من المسلمين أو من غيرهم، ويستهدفون بصفة خاصة من يتحقق من وراء قتله أو العدوان عليه أهدافا دعائية. ومن هنا جاء عدوانهم الأخير على الأسر القبطية في العريش والمجتمع المصري بأسره، فيما عدا هؤلاء بريء من هذا الجرم لا يشارك فيه ولا يرضى عنه، بل ويساهم كما رأينا في مواساة من يتعرض له بكل أنواع المواساة. وتهيب الدعوة السلفية بالجميع أفرادا ومؤسسات القيام بحقوق الأسر النازحة إلى المحافظات الأخرى وحماية الأسر التي فضلت البقاء. واختتمت بيانها داعية لها أن يحمي مصر وشعبها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. استنكر حزب النور بشدة ما يتعرض له الأقباط في العريش من عمليات القتل والتهجير على يد جماعات العنف والتكفير، وأكد حزب النور في بيان له أن هذه الممارسات الإجرامية غريبة على مجتمعنا الذي يعيش في سلام بين جميع مكونات الوطن، وأن هذا العدوان يتنافى تماما مع ما أوصى به الإسلام من العدل والقسط والبر مع شركاء الوطن، ومن ذلك الحفاظ على دمائهم وأموالهم وممتلكاتهم وحمايتها. وأضاف أن هذه الأعمال العدوانية الهدف منها إثارة الفتن ونشر الفوضى في البلاد، ويدعو الحزب كل الجهات والمؤسسات وكذلك المواطنين توفير الأمان وتقديم الدعم للأسر القبطية المتضررة. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. ناقش النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب سرعة إنشاء عدد 22 كوبري مشاة على الطريق الصحراوي، وذلك داخل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب. وطالب الشريف بسرعة إنشاء هذه الكباري، مبينا أن الطريق الصحراوي بعد التوسعة الأخيرة أصبح 10 حارات، مما تسبب في زيادة عدد حالات الوفاة. وضرب مثالا بمنطقة قشوع والتي سجلت فيها عدد 47 حالة وفاة، ومنطقة المدينة الجامعية التي مات فيها 466 حالة من طلبة الجامعات والأهالي أثناء عبورهم الطريق. اختتم حزب النور بدائرة منتزه ثاني دورته الرياضية في كرة القدم التي أقيمت على مدار 3 أسابيع متوالية بحضور الأستاذ عبد الله بدران أمين عام الحزب بالإسكندرية. تخللت الدورة الرياضية حملة توعية لمكافحة التدخين تحت عنوان أنقذ نفسك، وذلك حرصا من حزب النور على تثقيف الشباب مع تنمية قدراتهم ومواهبهم. احتجزت قوات الاحتلال الصهيوني وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني وجميع المرافقين له بعد انتهائه من جولته التفقدية لمساجد محافظة نابلس وعودته إلى محافظة قلقيلية، وتم إنهاء الأزمة بعد تدخل الارتباط العسكري الفلسطيني. لقي 28 من ميليشيا الحوثي مصرعهم أمس الجمعة، بينهم القيادي الحوثي أبو حيدر، في المعارك العنيفة التي خاضتها المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء، وتكللت بتحرير منطقة حمة لقاح بالكامل من عناصر الميليشيات. أعلنت الداخلية البحرينية أمس عن وقوع تفجير إرهابي بمنطقة الشاخورة، وذلك عقب تهديدات شيعية، مما سبب أضرارا مادية بدورية عسكرية وسيارتين مدنيتين دون وقوع إصابات بشرية. قدم أحد المحامين الخميس طلبا إلى محكمة العدل الدولية لإعادة النظر في حكمها الصادر عام 2007 بتبرئة صربيا من تهمة الإبادة خلال الحرب، بحسب ما أعلن الزعيم السياسي لمسلمي البوسنة. أعرب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن استيائه من حالة الهجوم التي تعرض لها عقب الخلاف حول وقوع الطلاق الشفهي، مشيرا إلى أنه لم يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار إلا بعد مروره بتجربة الطلاق الشفهي. وأشار إلى أن من يقولون بالإشهاد على الطلاق أقل من أصابع اليد الواحدة، موجها رسالة لمن يضلل المسلمين قائلا حرام عليكم، فعليكم أن تقرأوا وتتعلموا، فالمسؤولية ثقيلة، وأن تستشعروا لحظة الوقوف بين يدي الله.
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة أول حالة مؤكدة لمرض أنفلونزا الطيور H5N1 عام 2017، وهي لرجل بلغ من العمر 84 عاما من محافظة الفيوم. أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا للمديريات التعليمية لتخصيص 5 دقائق يوميا في الإذاعة المدرسية للحديث عن الأخلاق والقيم التي يجب أن يتمسك بها التلاميذ في مرحلتي التعليم الأساسي. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة من اتهامهما بالكسب غير المشروع وتكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي: معرفة الله ضرورية في حق من سلمت فطرته، ولا يوجد ملاحدة في الخنادق، من سلسلة الإلحاد غير مستطاع، ومن تستجاب دعوته؟ فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. المرحلة الإعدادية والثانوية، من سلسلة صفحات من حياتي، المهندس سعيد حماد. الأمانة، وتابع سورة براءة، من سلسلة الشرح المفهم لمن فرد به البخاري عن مسلم، والمحاضرة 7 من سلسلة تفسير سورة الصافات، فضيلة الشيخ ياسر برهامي. الخطبة بغير العربية أو ترجمتها لغير العربية، من سلسلة الشامل في فقه الخطيب، الشيخ سعيد محمود. المحاضرة 16 بعد 100 من سلسلة تفسير سورة البقرة من تفسير السعدي، الشيخ إيهاب الشريف. مع وردك اليومي 2، الدكتور أحمد خليل خير الله. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي: الدعوة السلفية تستنكر أحداث العريش. سمات العمل المؤسسي 8، كتبه أحمد عبد الحميد عنوز. مع هيئة الترفيه حتى نكون سويا، كتبه محمد السعيدي. حزب النور يستنكر بشدة ما يتعرض له الأقباط في العريش من عمليات القتل والتهجير. ومن جدير فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي: مقولة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. شبهة حول حديث سجود الشمس تحت العرش وجوابها: الجمع بين حديث وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.